بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على الدين، وأن يجعلنا في رفقة إمام المتقين صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس نتناول شيئا من المسائل التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة. وسبق الكلام عن جملة من المسائل التي ذكرها في هذا الكتاب، وأيضا سبق القول بأن كل ركعة في الصلاة فإنها تشتمل على ستة أفعال: قيام وركوع ورفع من الركوع والسجدة الأولى والجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية. وتقدم الكلام عن القيام وما يتضمنه من أقوال وأفعال، وكذلك الركوع والرفع منه والسجدة الأولى. ووقف الحديث بنا على الكلام عن السجدة، عن الجلسة بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن عند جمهور العلماء، وقد دل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والجلسة بين السجدتين تتضمن أمورا، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فمما يتضمنه الجلوس بين السجدتين التكبير للانتقال من السجود إلى الجلوس. فالتكبير من الانتقال أو تكبيرة الانتقال من السجود إلى الجلوس هي واجب من واجبات الصلاة، لأنها من تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال قد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومما يتضمنه الجلوس بين السجدتين الجلوس على الرجلين كالصفة الواردة في السنة. وقد ورد في السنة صفتان: الصفة الأولى هي الافتراش، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويثني أصابع اليمنى فيجعلها مستقبلة القبلة. وقد ورد في ذلك أحاديث أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها، منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من السنة أن ينصب اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. فهذه الصفة الأولى، وهي صفة الافتراش. وأما الصفة الثانية وهي الإقعاء. والإقعاء كما ذكر أهل العلم منه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب. فالإقعاء المستحب هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما. وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فقد سأله طاووس عن الإقعاء، عن إقعاء الرجلين، فقال: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فتبين بذلك أن الجلوس بين السجدتين له صفتان: صفة الافتراش وصفة الإقعاء يفعلها أحيانا. وأما حال اليدين في الجلوس فقد وردت لذلك صفات عدة. فاليد اليمنى يضعها على فخذه اليمنى أو على ركبته اليمنى، وأما اليسرى فإنه يضعها على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى باسطا لليسرى، ولا يقبضها، لا يقبض يده اليسرى باتفاق أهل العلم. وقد دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا عليها. والصفة الأخرى لوضع اليد اليسرى هو أن يلقمها لركبته، فيجعل يده كالقابضة على الركبة، وقد دل على ذلك حديث ابن الزبير في صحيح مسلم وفيه ويلقم كفه ركبته اليسرى، ويلقم كفه ركبته اليسرى. وأما اليمنى فهل يبسطها أو يقبضها؟ قولان لأهل العلم، فقيل بأنه إذا جلس بين السجدتين يبسط يده اليمنى، يبسط يده اليمنى ولا يقبضها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذلك لأن الأحاديث الواردة في قبض اليد اليمنى إنما هي خاصة بالتشهد، ومنهم من قال بأنه يقبضها كحال التشهد، وذلك لعموم الأدلة. وهذا القول اختاره ابن القيم وأيضا رجحه الشيخ بن عثيمين، ولكن جمهور أهل العلم يقولون بأنه إذا جلس بين السجدتين فإنه يبسط يده اليمنى ولا يقبضها، وقد حكى بعضهم الإجماع العملي على ذلك، حكى بعض أهل العلم الإجماع العملي على ذلك. هذه حال اليدين وحال الرجلين في الجلوس بين السجدتين. أيضا مما يتضمنه الجلوس بين السجدتين وقد أشار إليه الشيخ هو سؤال المغفرة، فيسأل الله المغفرة فيقول رب اغفر لي، وقد جاء في ذلك حديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، قال وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي. وأيضا الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد وأهل السنن، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، وهذا واجبرني وعافني وارزقني. وهذا الحديث قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده. وأيضا مما يستحب في الجلوس بين السجدتين الإطالة، أن يطيل في الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، وقد ذكر ذلك ابن القيم ويدل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بين السجدتين نقول قد أوهم. وذكر بعض أهل العلم بأن هذه السنة وهي الإطالة بين السجدتين قد تركها أكثر الناس منذ انقراض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بيّن بعد ذلك السجدة الثانية وما يتعلق بها من أحكام، فقال رحمه الله نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء فيها لقوله صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمهم أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله كبره وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على سجود قدميه. هذا هو الفعل السادس من أفعال الركعة، فالركعة تتضمن ستة أفعال كما تكرر ذلك: القيام والركوع والرفع من الركوع والسجدة الأولى والجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية. فهذا هو الفعل السادس من أفعال الصلاة، والسجدة الثانية هي ركن كالسجدة الأولى بالإجماع، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذه هي السجدة الثانية، ويفعل في السجدة الثانية ما يفعله في السجدة الأولى من التكبير ومن التسبيح ومن السجود على الأعضاء السبعة ومن المجافاة كما سبق، المجافاة بين العضدين والجنبين وبين البطن والفخذين وبين الفخذين والساقين، ويفرق بين القدمين، فيفعل كما فعل في السجدة الأولى ويدعو كما ذكر الشيخ
هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما كشف الستارة والناس يصلون خلف أبا بكر قال: أما ألا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقد ورد في السجود عدد من الأدعية، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. ومعنى دقه يعني دقيقه وصغيره، ومعنى جله يعني كبيره وعظيمه. وقال ابن القيم: فائدة هذا التعميم ليكون الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب قبل أن يأتي فيقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن الأدعية الواردة في السجود قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك أسلمت، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد أن يرفع من السجود ينهض للركعة الثانية. وهل ينهض على للركعة الثانية معتمدا على ركبتيه أو يعتمد على يديه قولان لأهل العلم، فقيل بأنه ينهض للركعة الثانية معتمدا على ركبتيه، وقيل بأنه يعتمد على يديه، وقد أشار الشيخ إلى ذلك فقال: نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. إذن ينهض إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن لم يشق عليه ذلك، فإن شق عليه ذلك فإنه يعتمد على يديه. وقد دل على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا نهض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وقيل يعتمد على يديه، فيعتمد على الأرض عند نهوضه. وقد دل على ذلك حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فلهذا ذهب بعض أهل العلم بأن المستحب أن يعتمد على الأرض عند نهوضه. وبعض أهل العلم جمع بين الأحاديث فقال: إن جلس للاستراحة إن جلس للاستراحة اعتمد على يديه، وإن لم يجلس للاستراحة فإنه يعتمد على ركبتيه. ولكن هل يشرع الجلوس للاستراحة أو لا يشرع الجلوس للاستراحة؟ لم يذكر الشيخ هذه المسألة. وهذه المسألة تعددت فيها أقوال العلماء، فقيل بأنه لا يستحب الجلوس للاستراحة بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، وذلك لأن أكثر الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يجلسون هذه الجلسة، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي: كان ينهض على صدور قدميه. وقال بعض أهل العلم بأنه يستحب الجلوس للاستراحة، لأنه جاء
في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، حتى يستوي قاعدة. وبعض أهل العلم جمع بين الأحاديث فقال بأنه إن كانت هناك حاجة للجلوس للاستراحة كمرض أو كبر فإنه استراحة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة للجلوس للاستراحة فإنه لا يجلس لها. وذلك لأن حديث مالك بن الحويرث إنما كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كبر عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتي بها في الأولى ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يده على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. فأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما تختلف به الركعة الثانية عن الأولى، ما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى، وذكر أمرين تختلف فيهما الركعة الثانية عن الأولى، وهي تكبيرة الإحرام. فالتكبير للانتقال إلى الركعة الثانية هي تكبيرة انتقال وليست تكبيرة الإحرام. تكبيرة الانتقال هي واجب من الواجبات وليست ركن من الأركان، ولا يرفع يديه إذا نهض للركعة الثانية، وإنما يرفع يديه إذا جلس بعد التشهد الأول وقام للركعة الثالثة. إذا قام للركعة الثالثة فإنه يرفع يديه، وهو الموطن الرابع من مواطن رفع اليدين. فرفع اليدين في الصلاة يكون في أربع مواطن، في أربعة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني عند الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، والموطن الرابع إذا نهض بعد التشهد الأول للركعة الثالثة فإنه يرفع يديه، كما دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جلس في الركعتين رفع يديه وكبر، وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا قام، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام من الركعتين رفع يديه وكبر، وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. فرفع اليدين من المواطن التي ترفع فيها اليدان هو إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وأما إذا قام للركعة الثانية فإنه لا يرفع يديه. وكذلك مما تختلف فيه الركعة الثانية عن الركعة الأولى أنه لا يستفتح للركعة الثانية، وإنما الاستفتاح يكون في ابتداء الصلاة، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد ولم يسكت. وكذلك زاد بعض أهل العلم مسألة التعوذ، هل يتعوذ في بداية قراءته إذا قرأ في الركعة الثانية أو لا يستعيذ؟ قولان لأهل العلم، فقيل بأنه لا يتعوذ ويكفيه التعوذ في الركعة الأولى إلا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى، وهذا هو مذهب الحنابلة. وقيل بأنه يتعوذ عند بدايته للقراءة في كل ركعة، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال والأمر هنا يقتضي التكرار. أيضا مما تختلف فيه الركعة الثانية عن الركعة الأولى تجديد النية، فالنية إنما تكون في بداية الصلاة، وأما في الركعة الثانية فلا حاجة إلى أن يجدد النية، وإنما يستحب استصحاب النية في الصلاة كلها، يستحب استصحاب النية في الصلاة كلها بأن يكون مستحضرا
للعبادة حتى يخشع في العبادة. ثم إذا فرغ من الركعة الثانية فإنه يجلس، يجلس للتشهد. فإن كان سيسلم بعد الركعتين فإنه يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويسلم، فيأتي بهذه الأمور الأربعة في جلوسه إذا كان سيسلم في بعد التشهد. وأما إذا كان سيقوم إلى ثالثة فإنه يقتصر على التشهد الأول، فإنه يقتصر على التشهد الأول. ولكن كيف يجلس في التشهد الأول؟ هل يجلس متوركا أو يجلس مفترشا؟ أقرب الأقوال في ذلك هو ما اختاره الحنابلة من أن التشهد الأول الأفضل فيه الافتراش، سواء سلم بعده أو لم يسلم، فالأفضل في التشهد الأول هو الافتراش، وأما التشهد الثاني فالأفضل هو التورك. وصفة الافتراش تقدم الكلام عليها، وهي أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى مستقبلة القبلة، كما دل على ذلك الأحاديث، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعض منها، من ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في البخاري: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ونصب اليمنى. فحال الرجلين عند الجلوس في التشهد الأول فحالهما الافتراش، السنة فيهما الافتراش. وأما حال اليدين، أما حال اليدين في الجلوس للتشهد الأول فكما تقدم في الجلوس بين السجدتين، يضع يده اليمنى على ركبته أو فخذه اليمنى، ويضع اليسرى على ركبته أو فخذه اليسرى، ويضع اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ويكون باسطا لليسرى. وأما اليمنى فتقدم بأن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون بأنه في الجلوس بين السجدتين يبسط اليمنى ولا يقبضها، وأما في التشهد فإنه يقبض اليمنى. ولكن ما صفة قبض اليمنى؟ ورد في ذلك ثلاث صفات في قبض اليمنى، ورد في ذلك ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، إذن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وهذه جاءت في حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه قبض ثنتين وحلق حلقة. وراوي الحديث أشار وهو بشر وصف كيف حلق، فبأنه قبض بأنه حلق الإبهام مع الوسطى، حلق الإبهام مع الوسطى. فهذه هي الصفة الأولى، وهي قبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى والإشارة بالسبابة. الصفة الثانية وهي قبض الخنصر والبنصر والوسطى ووضع الإبهام على ووضع الإبهام على الوسطى والإشارة بالسبابة. قبض الخنصر والبنصر والوسطى ووضع الإبهام على الوسطى والإشارة بالسبابة، وهذه الصفة جاءت في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، وأشار بإصبعه السبابة قال: ووضع إصبعه الإبهام على الوسطى. وكذلك جاءت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. فهذه هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة وهي أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام في أصل الوسطى، يجعل الإبهام في أصل الوسطى. هذه الصفة أيضا وردت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. فسر أهل العلم قوله فسر أهل العلم قول ابن عمر وعقد 53 بأنها على هذه الصفة، أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام في أصل الوسطى. فهذه ثلاث صفات في قبض اليد مع الإشارة بالسبابة. نعم، يجعل الإبهام في أصل السبابة،
إذن الصفة الثالثة هي أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام في أصل السبابة ويجعل الإبهام في أصل السبابة ويشير بالسبابة كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعها يرفع السبابة. واختلف أهل العلم في مواطن الرفع، فقيل يرفعها عند لفظ الجلالة وعند قوله اللهم، وقيل يرفعها في النفي عند قوله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع السبابة. وقال بعضهم بأنه يرفعها من أول تشهده إلى آخره، من أول تشهده إلى آخره، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ولكن هل يحركها مع الرفع أو لا يحركها؟ هل يحركها؟ ورد أحاديث في إثبات التحريك وأحاديث في نفي التحريك، وردت أحاديث في إثبات التحريك، ومعنى التحريك يعني تحريكها يمينا وشمالا وليس من أعلى إلى فوق، التحريك يعني تحريكها يمينا وشمالا وليس من أعلى إلى فوق. جاء تحريكها في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته وذكر يدعو يحركها فورد، لكن هذا الحديث أيضا معلول، أعل هذا الحديث بتفرد زائدة بن قدامة فيه. وورد أيضا حديث آخر وهو نفي التحريك، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حديث ابن الزبير، وجاء فيه نفي التحريك، ولكن أيضا هذا الحديث حديث معلول. وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث النفي وحديث التحريك، فقال بأن المقصود بالنفي هو نفي التحريك، المقصود به هو التحريك الدائم، وأما إثبات التحريك فالمقصود به التحريك عند الدعاء، التحريك عند الدعاء. إذن هذه صفة حال اليدين، هذه حال اليدين في الجلوس بين السجدتين، حال اليد اليمنى. ذكر أهل العلم كما ورد في السنة له عدة صفات، له عدة صفات وتمت الإشارة إليها. وأيضا مما ذكره أهل العلم وهو هل يحني إصبعه أو يجعله منصوبا، ورد في حني الإصبع حديث ضعيف وهو حديث مالك بن نمير الخزاعي، وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث. فهذه هي صفة قبض اليد اليمنى في الصلاة وفي الجلوس للتشهد. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. نعم. بعد أن ذكر صفة الجلوس في التشهد الأول بيّن رحمه الله تعالى ما يقال في التشهد الأول، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا التشهد قد تضمن خمس جمل: ثناء على الله وسلامين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأيضا شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات يعني جميع ما يعظم به الله جل وعلا من الانحناء والركوع والسجود، فهذه الأفعال كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقد شرح الشيخ رحمه الله تعالى ألفاظ التحيات بعبارات أوسع في كتابه شروط الصلاة. فالتحيات لله هي التعظيمات لله جل وعلا، والصلوات الصلوات هي الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات هي الأقوال والأعمال والأفعال الطيبة، فالله سبحانه وتعالى له
الأعمال الطيبة والأوصاف الطيبة والأقوال الطيبة، ولا يقبل من الأعمال إلا طيبة، كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهذه الجملة قد وردت بصيغ متعددة، فوردت بزيادة المباركات كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وورد أيضا زيادة الزاكيات كما في حديث ابن عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. فوردت بصيغ متعددة، فبأي تشهد جاء المصلي فإنه يجزئه ذلك. هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام قيل في معناه عدة معاني، والسلام متضمن للدعاء، فمن قال السلام عليك يعني أدعو لك بالسلامة من كل شر ومن كل عيب ومن كل نقص. وقيل بأن السلام هو تحصين وتعويذ، إذا فسر السلام بأنه اسم الله تعالى، فكأن المسلم قال السلام عليك يعني اسم الله عليك بالحفظ والرعاية والوقاية والعناية. وبعض أهل العلم قال بأن هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد هو الأول، المراد هو الأول، وهو الدعاء بالسلامة من كل عيب ونقص وشر. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله أيضا دعاء بالرحمة، والدعاء بالرحمة يتضمن الدعاء بحصول آثارها من البر والإحسان. والله سبحانه وتعالى موصوف بأنه رحيم رحمن، فهو رحمن لجميع خلقه ورحيم بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وبركاته، البركة هي النماء والزيادة، وهي الخير الكثير الدائم، ومنه يقال للمياه الكثيرة برك، فالبركة هي الخير الكثير الدائم. والجملة الثالثة وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيضا هذا دعاء يتضمن الدعاء لأمرين أو الدعاء لاثنين، فالمدعو لهم الحضور وكذلك جميع الصالحين، الحضور من الإمام والملائكة والمأمومين، وكذلك جميع عباد الله الصالحين من الأموات والأحياء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد جاء في الحديث الصحيح أنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والعبد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، العبد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وقيل العبد الصالح هو المكثر من العمل الصالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك يأتي بالشهادتين، الجملة الرابعة وهي أشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. ولها شروط وأركان ونواقض مذكورة في كتب التوحيد والاعتقاد. وأشهد أن محمد رسول الله يعني أقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله رسول الله، عبد الله فهو عبد لا يكذب، فهو عبد لا يعبد، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ومعنى عبده ورسوله يعني عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وفي صيغة أخرى، هذه الصيغة هي التي وردت في أكثر الروايات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن جاءت صيغة أخرى في صحيح مسلم عن ابن عباس: وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثلاثية وسيقوم إلى ثالثة، اقتصر على هذا التشهد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن تخفيفه، يعني تخفيف الجلوس للتشهد الأول، يسن تخفيف الجلوس للتشهد الأول، لأنه قد جاء في حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس
في الركعتين كأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة. فمعنى ذلك أنه يعجل ولا يطيل، أنه لا يطيل هذا الجلوس. وكذلك جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه إذا جلس جلس كذلك. فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى يسن تخفيفه ويقتصر فيه أيضا على التشهد الأول. لكن هل تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ جمهور أهل العلم يرون بعدم استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن أكثر الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يصلي، لم يذكروا فيها الصلاة على النبي في التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد: وآل محمد أهل بيته. وقول التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات. إذا ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الثاني، إذا كان في التشهد الثاني أو إذا كان سيسلم، إذا كان سيسلم بعد الركعتين فإنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن عند الحنابلة، وقيل بوجوبها، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وذكر صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ، وقد ورد في صيغة أخرى ذكر إبراهيم عليه السلام، ففي صيغة أخرى أيضا من حديث كعب بن عجرة جاءت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صيغة أخرى فيها زيادة في العالمين، في صحيح مسلم جاء أيضا فيها زيادة في العالمين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صيغة أخرى وهي ذكر أزواجه وذريته، فجاء في صيغة أخرى أيضا في صحيح مسلم بصيغة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صيغ أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام. هذا كتاب قد ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أطال فيه في ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها وما تضمنته من معاني، فهو كتاب طويل نافع في هذا الباب. ومعنى اللهم يعني يا الله، يا الله، اللهم معناها يا الله، صلي الصلاة من الله، يعني ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قيل صلى الله على فلان يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، كما حكى ذلك البخاري عن أبي العالية. والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن آل محمد هم قرابته عليه الصلاة والسلام، وأهل بيته، وأهل بيته هم آله عليه الصلاة والسلام، وهم زوجاته وذريته، وآل علي وآل عقيل وآل جعفر
وآل العباس بن عبد المطلب وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. وقيل بأن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، إذا أطلق آل الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أتباعه الذين هم على دينه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قرن الآل بالأتباع، فالمقصود بالآل يكون حينئذ قرابته، وهذا قول بعض أهل العلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهو نبي الله خليل الله الرحمن، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وذريتهما، وإنك حميد مجيد، معنى إنك حميد مجيد هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، وحميد بمعنى يأتي بمعنى حامد وبمعنى محمود، يأتي بمعنى حمد، فالله سبحانه وتعالى يثني على من يستحق الثناء، فهو سبحانه حامد بمعنى أنه يثني على من يستحق الثناء، وحميد بمعنى محمود فهو سبحانه وتعالى المستحق للثناء جل وعلا، ومجيد أي ذو الشرف والكمال والجلال العظيم، فالله سبحانه وتعالى حميد مجيد. هذه هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير معنى التحيات، وذكر بأن معنى التحيات يعني التعظيمات، وهي كلها لله سبحانه وتعالى، والطيبات المقصود بها الأعمال الطيبة، وجميع الأعمال من الأقوال أو الأفعال وكذلك الأوصاف الطيبة هي لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى كما ذكر يحيى ولا يدعى له، ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وعلى ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذ لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسن أن يقول. أيضا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بأنها تجوز بقيود ثلاثة، ذكر بأنها تجوز بقيود ثلاثة: ألا يكثر ذلك، هذا هو الأمر الأول، وألا يتخذ شعارا لبعض الأشخاص، وكذلك ألا يخصص به بعض الأشخاص دون بعض، ألا يتخذ شعارا، وألا أيضا يكثر ذلك، وألا يقصد به تخصيص بعض الأشخاص كما لو خصص في ذلك علي رضي الله تعالى عنه أو أهل البيت، فذكر بأنه يجوز بهذه الشروط الثلاثة، يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط الثلاثة. وقد دل على ذلك حديث جابر عند أبي داود أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: صل علي وعلى زوجي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صل الله عليك وعلى زوجك. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأيضا مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، في عدة مواطن، ذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فتتأكد الصلاة عليه عند ذكره، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها، فقد جاء في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة تسن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أوس بن أوس عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أعمالكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. والمواطن التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 15 موطنا، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كلاء الأفهام، فمن أراد فليراجعها في ذلك الكتاب. ثم بعد ذلك بين ما يدعو به المصلي في ختام صلاته. نعم، نقف على هذا لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول والصلاح في القول والعمل، وأن يهدينا إلى السبيل المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.